اللي بعده، قيل أن سبب زيارتك للعراق لدعم الشيعة مقابل مبلغ مالي كبير. الناس بتاخد تبرعات، أنا رايح أخد منهم مبلغ إزاي يعني؟ يعني ده كان ضمن برضو ناس غاويين فرقعة وزيطة عايزين يكبروا الحكاية. أنا رحت بدعوة من طب لماذا ارتديت زي الجيش العراقي؟ عجبني اللبس ده. وأنا أساسا كنت في قضيت مدة طويلة كحياة عسكرية، وكان كنت حابب أن أنا أكون حر الحركة وكده، وأنا كنت لا أعرف إيه هم الشيعة ولا أعرف ولا ليه علاقة بيهم. أنا رايح للحج الشعبي اللي هو الجيش الشعبي اللي كون فيه كل طوائف العراق، وتعاطفه مع شعب العراق الشعب الصديق اللي في محنة محتاج إلى ناس تقف جنبه. فكنت رايح أتعرف على ما هو تكوين الحج الشعبي وبيعملوا إيه وكون إزاي الحج الشعبي وإيه نشاطه، إنما لا كان ليه علاقة بالشيعة ولا أعرف حد ولا في مبالغ مالية ولا غيرها من التفاصيل ولا إيه؟ مبالغ مادية ومالية. الناس بتاخد تبرعات، بقول لحضرتك طيب هل صح أنك قلت أنك حزنت على مقتل جنود العراق أكثر من المصريين؟ أنا قلت كده؟ من ضمن التصريحات ومن ضمن المكتوب بالسوشيال ميديا. لا برضو تحوير الكلام، أنا ما قلتش كده، لا، لأن العراقيين أثناء حرب الاستنزاف أو في 67 كان موجود من الجيش العراقي ناس بيحاربوا جنبنا. شوف العنوان، العنوان بيقول حزنت على مقتل جنود العراق أكثر من المصريين. لا، عاري من الصحة تماما، وعيب علي أن أنا أقول كده، عيب أن أنا أقول كده ما صحش يعني، لأن مهما كان في مشاعر المصريين مش عشان أروح أجامل العراق أقوم أخسر وطني واخسر بلدي واخسر ناسي، لا ما ينفعش. انا تعاطفت مع المجزره اللي حصلت في العراق، صحيح تعاطفت مع شكل القتل البارد بدم بقلب بارد ده، تعاطفت مع شكل القسوه اللي كانوا بيعاملوا بيها الناس، انما مش معنى كده ان انا احزن عليهم اكتر من المصريين. انا حزنت عليهم زي ما حزنت على المصريين.